استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر الأغربية صباح اليوم الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق والجنرال جرايم لام قائد القوات الخاصة البريطانية السابق والسيد أندري باينر مستشار دوق ويستمنستر. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون المشترك بينهم من نمو وتطور، منوها سموه بالدور الذي اطلع به المسؤولان الأمريكي والبريطاني في دعم التعاون العسكري والدفاعي بين البحرين والولايات المتحدة وبريطانيا أثناء فترة عملهما. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنيب المنطقة وإيلات المزيد من الصراعات والتوترات، لافتا سموه إلى أن تراجع الوضع الأمني في المنطقة يستوجب تعاونا دوليا أشمل لضمان الأمن والاستقرار في دولها. وقد أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وقائد القوات الخاصة البريطانية السابق ومستشار دوق ويستمنستر عن إعجابها بمظاهر النهضة والتطور في مملكة البحرين والتي تعكس الفكر المستنير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.